السلام عليكم حبايبي، كيف الحال؟ عساكم بخير. معكم اخوكم باسم من قناة محترف جيمر. اليوم راح نتحدث عن الارض الابدية او الارض المأساوية. نحن هلأ بالمرحلة الثالثة، بس خلونا اولا نحكي لكم عن العروض بمتجر هواوي. متجر هواوي اب جاليري هو متجر رسمي من شركة هواوي. طبعا هذا المتجر يشتغل على كل الاجهزه اللي بتعمل بنظام الاندرويد، يعني مو شرط انه يكون هاتفك هواوي، يعني ان كان سامسونج او اي هاتف يعمل بنظام الاندرويد. اخواني في عرض كتير قوي وحلو من متجر هواوي، هي عروض الالعاب الاستراتيجيه الحصريه. مثل ما تشوف اخواني، استلم هداياك من هنا. قسيمه 10 دولار 70 الماسه، قسيمه 50 دولار 280 الماسه. اذا شحنت مثلا بهاي الالعاب راح تحصل على الماسه. كمان اذا شاركت هاي الصفحة مع صديقك مثلا على اي وسيلة تواصل اجتماعي كمان راح تحصل على الماسة. هذا العرض كثير رائع اخواني. العرض هذا متوفر بالسعودية وبالامارات والاردن ومصر والعراق وقطر والبحرين وعمان وباكستان والمغرب. فهذا العرض كثير كويس. انا راح اسيب لكم رابط هذا العرض بالوصف علشان تفوتوا على صفحة العرض. وكمان اذا انكم ما انكم محملين المتجر راح تقدروا تحملوا المتجر عن طريق هذا الرابط. ونروح نكمل فيديونا. حدث الارض الابدية، كنا نعرف حدث الارض الابدية يبلش بعدة سيرفرات كل مرة ويستمر لايام وينتهي بعدها. طبعا هو راح يكون سيرفر الارض الابدية راح تنتقل عليه وتظل يعني على راحتك، تحب تظل بيه او تحب ترجع للسيرفر اللي انت فيه. هلا نحن بالمرحله الثالثه من مرحله الارض الابديه، مرحله الغموض والاستكشاف. مثل ما تشوفوا خلال المشاركه بقتل مطرقه الحرب يمكنك الحصول على النقاط لاكمال المهمه في هذه المرحله. في حال فشل الهجوم لن تحصل على النقاط ولن يتم انهاء المهمه. مثل ما تشوفون هون كاتب قم بالمشاركة بقتل 10 مطارق حرب، يعني نجي هيك ونعمل حشد على مطرقة الحرب 10 مرات، 10 مرات مثلا. لا ما بيحق لي هلا، على 60 معقولة. نجي نعمل حشد هيك بهذا الشكل 10 مرات مثلا، يعني راح نحصل على هاي الجواز. مثل ما تشوفوا هاي الجواز 5 صناديق ذهب ومسرع. قم بالمشاركة بقتل 20 مطرقة الحرب. طبعا قد ما تقتل قد ما تجيك جواز اكثر، راح تحصل على كل هاي الجواز. انت مثلا قتلت 200 حشد ضد 200 مطرقة حرب راح تحصل على كل هاي الجواز. هذا الحدث باقي له 19 ساعة وينتهي. الحدث اللي يبلش بعده اليوم نحن 1 سبتمبر، القوة المتقدمة. أنا عندي الغموض والاستكشاف هلا. القوة المتقدمة تبرع بالجنود. هذا الحدث أنا خلصته امبارح، تجهيز كامل. هذا اليوم الحدود الخارجية بعد يومين طبعا. قاعدة المسيرة تبدأ بعد 4/9، يعني 4 أيام. وهاي هي المرحلة الأولى من مرحلة الأرض الأبدية، بلش ب5/9، يعني الجواز اللي تحصل عليه، يعني تحصل عليه من خلال هذا الحدث. طبعا اخواني حدث الأرض الأبدية حدث كثير رائع، ولا تفوتوا ولا تضيعوا هذا الحدث من ايدكم. فنصيحة مني لا تضيعوا هذا الحدث، لانه في كثير جوائز قوية وراح تساعدك بالتقدم، راح تساعدك بالتقدم كثير. هلا بعد ما ينتهي هذا الغموض والاستكشاف راح يجي حدث بعده بكرة. مثل ما تشوف اخواني هذا هو الحدث.
راح اشوف، اكتبوا لي بالتعليقات رايكم اذا تحبوا مثلا بشرح لكم باقي احداث الارض الابديه. اذا تحبوا بشرح لكم باقي احداث الارض الابديه اكتبوا لي بالتعليقات رايكم، وصلوا لي هذا الفيديو، فجروا لي هذا الفيديو باللايكات. وبالنهايه يا اخواني بتمنى لكم اطيب الاوقات. كان معكم اخوكم باسل من قناه محترف جيمر، والسلام عليكم.